يدنين عليهن من جلابيبهن. ليه؟ لان لما يلاقيها ستر مفاتنها ولا حشبين منها عرف انها ليست ممن يعرض جمال جسمها على الرجل، فما يتجرأش يقول لها يا باشا يا مش عارف يلي يا مش عارف ايه، ما يتجرأش، يعرف انها ملتزمه. ليه؟ لان الحكماء قالوا اذا رايت امراه تظهر محاسنها لغير محارمها فقل الحاح المراه في كشفها الحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له فتح يا بجم انت مش شايف القلب، معناها كده. اقول للمؤمنين يغضوا ايه من ليه؟ ام قال لك لان ده البريد الى ايه، الى ما وراءه. ولذلك شوق الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امراه قال ايه؟ نظره مش كده، فابتسامه فسلام فكلام فموعد فلقاء، مش قال كده؟ يبقى اذا النظره هي قلنا عن سدان، ربنا قال انا رحيم بك وعارف تكوينك وانا مصر على ان يكون تكوينك هكذا في غرائز، عشان ده اللي هتحفظ النوع، فانا عايز ارقي الغرائز ما منعهاش، والا لو ما كنتش عايز الحكي ده ما اخلقش الغريزه دي فيه خالص. يبقى اذا كل المؤمنين يغضوا عشان نسد ايه؟ منافس فساد الاعراض، ومنافس ان الخليفه يطلع في الخليفه ملوث، خليفه يبقى ابن زنا ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع ايه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع ايه شريف، مفيش واحد ابدا يتعالى على واحد بانه له نسب والتاني ما فيش نسب، كلنا واحد. نعم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى، ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهاله، ما فيش اعتداء على اراء، تبقى الفروج محفوظه ولا لا؟ ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها انني لا انيله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الايه؟ من المرأة. او احفظه اصونه عن ان يرى، لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر، يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله، او احفظه امنعه من ان يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اطهر وادخله في باب النماء للايمان، لان مش هتيجي حته ايه تعكر طهر الايمان، ولا فيش حته تخلي الايمان ما يزدادش، لان الايمان كل ما تعمل طاعه يشع الله في نفسك منها قبسا يخليك كده نفسك ترتاح، اجهزتك ترتاح. يبقى كل ما يجي ايمان يديك دي يديك دي يديك دي دي، يبقى اوعى تجيب حاجه انت تدي رقي درجه تجي لك حاجه تنقصك ايه 10 درجات، تبقى مش ازكى بقى، لا انمى ولا اطهر ولا اي. ذلك ازكى لهم، وازكى ايضا اريح مريحه، لان مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه، تحاول تكبح عواطف وتحمل، ما عندكش دي خالص، بعيد خالص. ان الله خبير بما يصنعون، يعني اللي شرع لكم ده خبير بتكوينكم، وهو مكونكم تكوين يحفظ الغريزه الجنسيه عشان بقاء النوع، لكن بده يعلل الغريزه الجنسيه ما توضعش الا فيما شرع الايه، فيما شرع الحق وشرع الله. ولذلك احنا قلنا دي تفسرها كده بيقول لك انت مثلا تشوف البنت لما اتجوزت وقعدت سنه ما حملتش، مش هي اللي تبقى قلقانه، بس امها وابوها والبيت كله يجرم ويدورهم ويقولوا ايه شوفوا مش عارف الدكاتره ويعملوا ليه؟ عشان بقاء النوع، بقاء النوع. وبعدين البت لا لما تحبل كده تبقى ماشيه مزهوه كده قالوا تتمخطر كده وبطنها قدامها كده من حلال. طب وان كانت من حته تانيه بقى تعمل ايه؟ تحاول يعني تدارى ولا تخرجش وتوسع الجلابيه وتعمل بطنها عشان ما تبانش، انما ديك كده بالفخر كده وماشي، وقال يعدلوها حسب على روحك، اوعي مش عارف تتحرك ايه هو دي؟ ها، لان انسان جاء بصنعه الله وبكلمه الله، يبقى مجتمع ايه؟ والكل يبقى مبسوط كده ودن، ولما يتولد بقى يدقوا ويعملوا الهيصه ويعملوا الله،
طب ودوكها بقى لما تحصل حاجه دي تبقى شاره سودا بقى، وعمالين بقى يدوروا على واحد قليل الدين بقى دكتور ولا حاجه يسقطها، ولا واحده تسقطها، ولا مش عارف ايه، وبعدين يا يخنقوه يموتوه يا يرموه في حته كده مش عارف شغلانه كده. انما ديك ايه حاجه كده واضحه وحاجه ايه شريفه. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات المقابل بقى يغضضن من ابصارهن برضو زيها تمام، ويحفظن فروجهن. وبعدين حيزود حته بقى، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فيبقى ولا يبدين زينتهن، ما هي الزينه؟ الزينه هو الامر الزائد عن الخلقه. يعني واحده بتكحل عينيه، بتكحل عينيها ليه؟ عشان الرموش قال تبقى سودة قوي كده، والشرطة تبقى مش عارف ايه، هي مش سودة بطبيعتها. في نساء فيها عندها كده، في عندها اسمه كحل، كحل يعني الرمش ايه؟ اسود بطبيعته، واللي ما عندهاش رمش اسود باهت كده ولا مش عارف ايه تقوم تحاول تعمله. اهي دي زينة، زينة مصنوعة ولا لا؟ طارئة على الايه؟ على الشيء. وعايزة تتزين مثلا تحط قرط في ايه؟ في وجنها، عايزه مثلا تلبس دبله ولا كاتم، عايزه تلبس اسويري، عايزه تلبس كلاده، عايزه تلبس وشاح، عايزه تلبس مثلا اكليل، عايزه تلبس خرقان، كل دي زينه. الزينه دي مطلوبه ليه؟ مطلوبه انني ابديها لمن جعلت من اجله. ما ودهاش للي ما جعلش من اجله. ليه؟ ام قال لك لان لما تجعل للمجعوله من اجله اللي هو للزوج تعف عن ايه؟ ينظر الى الغير، وتبسط نفسه كده وتبقى ان هو عنده واحده يعني اللي مش عامل اللي ما فيش منها زي ايوه ما عايزين كده احنا. تقوم الزينه الطارئه دي ما الشرع ما منعهاش، بس تخليها في حدودها، ان تهيج لك حلا، علشان لا انت تلتفت لغيره ولا هو التفت لغيره. انما بقى ما تعرضهاش للناس. يبقى واحد يقول لك طب واحده مش متزينه حينها انها تبدي الزينه ايه؟ يقول لك اذا كان منعها ان تبدي الزينه التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى. تمنع العضو يبقى. ولذلك قال لك لا يبدين زينتهن، يا اخي ما بتزينش. قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن. ولما حرم ان الزينه تبدو يبقى تحريم تالي من باب ايه؟ من باب اولى. ساعه ما يجي ربنا يقول لك ولا تقل لهما اف، هو تقول اف انما تلعن ابوهم ده حتى ولاد، يبقى باقي المساله على الايه؟ على الاقل. يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه؟ زينتهن. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمه، استثنى على الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحده من دول مش هتمشي في الشارع؟ مش هتقضي حاجتها؟ طيب تمشي ازاي؟ يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطه في الكوح، سامحنا الكوح ليه مش زي بعض يا سيدي، الا ما ظهر ايه؟ لابسه خاتم في صبيحه، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا اذا ولا لازم دي ولا لا؟ يبقى اذا لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها. لما المراه لها اشياء عواطم، جسم يكشف وجسم يوصف وجسم يلتفت اليه، فيشترط في الحجاب بالنسبه للمراه الا يكون كاشفا، يعني ما فيش حته من عورتها جسمها تبان. لكن قد يكون اللباس او الجلباب غير كاشف إلا أنه ضيق كده ومحزق بقى ومحبوك حبك عليها، مبين الخصر ومبين الصدر ومبين اللي مش عارف إيه، وهو برضه طويل اللي بيسموه ماكس، برضه مش كده بيسموه ماكس ولا إيه؟ يبقى طويله كويس قوي، نقول له هو غير كاشف إلا أنه واصف. والواصف عادة في الحتة دي يبقى ثلاث حتت، السدل والخصر والارداف. فساعة اللباس ما يبقاش كاشف صحيح، انما مبين شكل هذه المسائل يبقى ايه؟
غير كاشف إلا أنه واصف. فقال لك الخمار مش بس يغطي الرأس ويغطي فتحة الرقبة اللي هي الجيوب، بل ينزل شوية عشان يغطي الايه دي. مبالغة في الايه؟ مبالغة في التستر. يبقى خدها على ايه بقى؟ نقول اللباس الشرعي في المرأة ان لا يكون ايه كاشفا، ولان لا يكون واطفا. بقي شيء اخر وهو ان لا يكون ملفتا. ايه يعني فلا تخضعن بالقوي؟ يعني ان اضطرتم تكلموا رجال فتكلموا بصوت لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات او اقتراب. ما في واحد ما تكلمه كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، او يبص في النظرة. انا ما بقولكش انتوا وحشين، انما اللي قابلكم ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض. فما تدلوش فرصة. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها. معنى ذلك يعني يكلموا بغلظة؟ يكلموا بخشونة؟ قال لك لا، وقلنا قولا معروفا. قال لك لأولياء الأمور. معناها ايه؟ معناها انك انت ما تروحش تشدد اذا طلبت يد ابنتك. ما تشددش في مسائل، يعني مثلا تقول ايه وتقعد تعنت بقى، تقول عايزين كذا وعايزين كذا وعايزين كذا. ما تصدق ان واحد جاي وله خلقه وله دينه وجاي يعف بنته، ما تشددش. يبقى على الاقل ما تشددش. ده هذا اذا لم يكن تعينه، لان في ناس كتير يبقى عندهم بنات وفي شبان كتير عايزين يتجوزوا، انما قد يجوز ان يكون اب البنت له مركز له في المجتمع، واللي ما عنده الزوجه ده لسه يعني عديس وضعيف او بتاع، ما يجرؤش انه ايه، لانه لما يروح له عندك شقه هتجهز، هتدفع كم شبكه وهتدفع كم مه، ويقعد بقى يعمل له بقى والفرح هتعمله فينا فينا فندق، يقعد بقى يعمل له الشغلانه اللي بتتعمل دي. يقول لك لا، لازم تيسروا للناس امور الالتقاء علشان ايه؟ تمهدوا للناس سبيل الاعفاف. فما تضيقوش على ولذلك سيدنا شعيب عمل ايه؟ قال إن إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، لأنه أجير، هيبقى أجير، وأجير ما يتسامحش إنه ياخد بنت اللي هو أجير عنده. يوم هو يشجعه ويقول له أنا الآن اللي أريد أن أنكحك، يبقى أزال عنه إيه؟ أزال عنه حياء التردد. فكذلك الناس، أنكحوا الأيام، يعني يا أولياء الأمور لا تتركوا فرصة تعفون بها بناتكم أو تعفون بها أبناؤكم إلا وإيه؟ وتفعلوا. فإن ما تتعنتوش في المطالب إن لم تستطيعوا أن تعينوهم عليها. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا إلى الله جميعا. هلا توبوا إلى الله، ولا توبوا يا من أذنبتم بأي حاجة من دي، هلا جميعا، ليدل على أن كل ابن آدم خطاء. ويمكن الواحد برضه يعمل شوية كده بقى، استاهل شوية في دي، استاهل شوية في دي. قال أنا عارفكم كويس، بس هعمل لكم هقول لكم توبوا وأنا هقبل برضه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.